إن شاء الله راح أتكلم في هذا الموضوع عن التغيرات المنظورة التي تصاحب التقدم في السن. هناك تغيرات فسيولوجية تؤثر على القوة العضلية والقدرة على التحمل، وتضعف العظام وتتأثر أيضا أنسجة المفاصل خاصة في السيدات، وتتأثر وظائف القلب والأوعية الدموية أيضا. كل هذا يجعل القدرة على المجهود البدني محدودة طبعا، ويتأثر الجهاز التنفسي نتيجة لهذه التغيرات. طبعا تقل قدرة المسن على أداء العمل، يعني من ناحية الأداء العمل العضلي، كلما تقدم عمر الشخص لا سيما في أداء الأعمال، يعني أداء الأعمال القصيرة يعني بشكل عام. طبعا الأمد الذي تتطلب مجهودا فائقا لمدة مثلا قصيرة، وكذلك الأعمال التي يعني تتطلب جهد متوسط مثلا لمدة طويلة، وكذلك تتأثر الوظائف الحسية مثل التغيرات التي تصيب العينين والسمع. كما أن هناك العديد من المتغيرات التي تصيب الجهاز العصبي وتؤثر على القدرة بشكل عام، مثلا من ناحية أداء العمل وسرعة التعامل مع المعلومات الواردة إليه. أيضا التغيرات التي تطرأ على حياة المسن، وأيضا يمر المسن في مرحلة الشيخوخة بعدة تغيرات حادة مثل متغيرات اجتماعية واقتصادية. من المهم مراعاة هذه التغيرات والحرص على أن يتم تثقيف المجتمع عن هذه الحالات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.